وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وممتلكاتهم هي أبرز بنود الاتفاق بين أطراف النزاع في العاصمة. الاتفاق الذي عقد بمدينة الزاوية بحضور البعثة الأممية في ليبيا جاء عقب دعوات دولية عدة طالبت بوقف الاشتباكات بشكل فوري والجلوس لطاولة الحوار. ولم يخفي رئيس البعثة الأممية غسان سلامة أن الاتفاق لا يهدف لإيجاد حل سريع للمشكلات الأمنية بالمدينة، وإنما هو بداية لوضع خطة ملائمة لحلها. قلنا بينا أن الأمم المتحدة الآن حريصة كل الحرص، والجميع التزام أدبي والتزام طبعا تقدر تقول أن التزام يعني في وضع يعني مسؤولية كل أطراف النزاع أن لابد لها أن تقف وإلا ستتحمل المسؤوليات المحلية والدولية. وفور إعلان الهدنة سارع اللواء السابع مشاة لتأييدها مع تشديده على ضرورة خروج الميليشيات من طرابلس، في حين التزمت الأطراف الأخرى الصمت. وإذا كان الفرقاء اتفقوا على وقف الاشتباكات، إلا أنه ما يزال غير معروف إلى الآن متى تدخل الهدنة حيز التنفيذ مع استمرار الاشتباكات جنوبي المدينة. اتفاق البعثة تلا فشل عدة اتفاقات سعى لها الأعيان والحكماء منذ بداية الاشتباكات، فهل تنجح الجهود الأممية في إيقاف المعارك بالعاصمة أم يبقى الاتفاق كسابقه حبرا على ورق دون تنفيذ؟